باك. اليوم نرحب فيكم مشاهدين متابعين متسابقين وجميع من يتابع هذه الشاشة، ونحييكم في هذا اليوم الجديد. كذلك نبارك المتسابقين عودة زملائهم جميعا، يعني ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ورحب فيكم ورحب بالزملاء النقاد المتواجدين علي الغامدي. مرحبا أبو دخلقة. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى المتسابقين الكرام. عودا حميدا، ونقول كل عام وانتم بخير المتسابقين، بما انه اخر برايم قبلي. كذلك رحب بالزميل والاستاذ فهد بن معيان. مرحبا يا ابو محمد. الله يحييك ويحيي النقاد. صبح على نفسي، كل عام وانا طيب، كل عام وانا بخير، كل عام والعالم يهنئني بالخير، كل عيد ان شاء الله تعالى وانا موجود واهنئ نفسي بالخير. واشكر علي الغامدي على الهديه الرائعه، كفر رائع، نركبه الان ندشنه. تدشين 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 الكفر فعالية. شكرا ابو دخيل الله. استاذ طبعا شكرا ابو دخيل الله حبيبي. استاذ طبعا الكفر هذا اعتقد انه سيكون مسمار جحا. تعرف مسمار جحا انت؟ اي قصته اللي قصته اللي يقعد ينشد عنها، لان اول ما اعطاني قال اقسم بالله لجي ينشد كان. فهديه غاليه على قلبي، شكرا لك. هذه عاده لك والله يا ابو الكرم والعلم الغانم. اي والله العظيم يستاهل. كذلك ارحب الناقد الاستاذ عزيز المحمد. مرحبا والله ومسهلا ابو عبد الله. ارحب فيك وارحب في اخواني وزملائي النقاد واخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات والمتسابقين. مبروك عوده المتسابقين مع انها مزعلتنا شوي. رحب فيهم ورحب كذلك ومبارك المتسابقين عودتهم جميعا. يعني كان ابراهيم اليوم مختلف. عندي نقطه مختلف ساوشي. اشكر علي الغامدي انه صامل يوم قال بجيب الكفر، جابه صمل وجاب الكفر. دائما الواحد يصمل لاجل لازم يصمل. حب الصمل صمله، لكن صامل صامل خليك صامل. دقيقه لا تدور مع اول مفرق ولا تاخذ ردميه. والله العظيم يعني انا اليوم من عنوان الحلقه هذه بعنوان صامل رحلتي من يا زياد انزل جيب الايباد الى يا زياد انا اسف وبروح اسلم المايك للاداره. صح. طيب شوف خلونا نتكلم على الصمله. ايه ها رحله الصمله على موضوع نواف. رحله لا صمله والله. نواف بن عياش اليوم موقفه يعني موقف غريب. فجاه قال ما راح اصوت، وموضوع عدم التصويت بعدين صوت. ايش اللي حصل؟ وش المشكله بالضبط؟ وش اللي صار؟ طيب انا ودي اتناقش فعليا على الموضوع هذا ونكون فنيا. اول شيء نواف بن عياش يعطيك العافيه ظهرت على المسرح، وزياد طبيعي انه يكون بياخذ معك بياخذ ويعطي في الحديث، هو مقدم الفقره وهو سيدها، فمن الطبيعي بيكون بياخذ معك حوار معين. السؤال الاعظم، الجميع يمر بظروف ومشاكل وضغوطات في البرنامج وخارج البرنامج في الحياه وفي كل الدنيا. مو من الطبيعي ومن المنطق اني اقفل الموضوع هذا اعطني تصويت اللي بمشي. انا صراحه تمنيت من زياد عادي. في النهايه انت متسابق بغض النظر، هو مو معناته متسابق ان انت يعني شخص غير جيد وان انت لا 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 انا احترم الفقره. ايوه هذا اللي انا احنا نبغى نوصل. احترم الفقره. المقدم يسولف معك، المقدم ما اساء ولا تلفظ عليه، كان يسولف معك زياد وكان الوضع جدا حبي مع الجميع، وهذا اسلوب زياد من يوم بدا برنامج الاستديو. عشان لو قلنا نواف ما تابع برامج سابقه، هذا خامس برايم او رابع برايم، فعارف اسلوب زياد وعارف الشخصيه. ليش التشنج في الموضوع هذا؟ وعطني عطني والله ما اطلع لك. ليه؟ اقسم هذا الطلاق ما طلع لك، اقسم بالله ما طلع لك. اسمع، وراح رجع المايك طالع منه. قبل مرحله انه صوت، احنا نتكلم على اول المشكله. هذه فقره يعني كان زياد فعلا لعبته الخاصه فيها. اول مره يصير مع زياد هالموقف. اتوقع خلاص انا سولف معك فهد بعطيك الورقه. شلونك فهد؟ الله يعافيك. بعطيك الورقه بشني عنك امور. خلاص خلص يعني. يا سيدي سولف يا بعدين بعدين صوت. احترم الفقره. انت ما انت جاي هنا تبغى شيء لك ولا انت متسابق. عندك نظام اللعبه كامل وقوانينها، احترمها تحترم فيها. سمع عزيز المكيف. بخصوص البرايم حركه نواف بن عياش، هي لها تفسير نوعا ما خارج الصندوق. اللي هو معروف البرايم، اخر اثنين في البرايم هم اسياد اليوم. هم اسياد الكاميرا. فممكن نواف بن عياش له وجهه نظر اخرى، ان الكاميرا هذه برضو بشارككم فيها، حتى لو ان اليوم يومك انت يا سلمان ولا اليوم يومك انت يا هادي، لا انا لازم اصنع لي حدث. وهذا يعتبر من الذكاء الاعلامي المنبوذ الظاهر. والحاجه الثانيه، زعلان زعل كبير جدا على زياد،
في انه ما خصم على نواف على طول، بعكس ما خصم على علي عساف ايام كان صارم مع علي عساف ايام ما امتنع. بقول لك شيء، هذا كان فيها لائحه واضحه انك في حال امتناعك حلو عن التصويت كامل خلاص خصم. زين انا في طيب. حال اني ناديتك انت سلطان قلت تعال صوت، قلت لا تبيني تعال، لا انا ماني بجاي. وش عيال وش مساله تبيني تعال؟ ايوه ماشي الشيء ذا اللي صاير، مجرد انك ما جيتني انت يا سلطان وانا عارض لك التصويت على طول يخصم خلاص. انت ممتنع. انا تمنيت حاجه، انا تمنيت حاجة. هل ترك الدوسي يقدر يدافع؟ معليش بس نقطه بسيطه اللي هو انت ليش حاولت في نواف وطلعت فاصل عشان تحاول فيه صوت وسويت الامور هذه كلها مع نواف بن عياش ولا سويتها مع علي عساف؟ عندي مع ان علي عساف كان صوته برضو بيسبب تعادل مثل ما صوت نواف عياش يسبب تعادل. طيب في رجوع ان شاء الله تعالى، احنا هذه كلها قبل التصويت، بعد التصويت مرح. انا عندي ان شاء الله تعالى كتاب يعني بألفه باذن الله تعالى ندشنا فقط. ايش عنوانه؟ اسمها الاحداث والفعاليات في برامج الواقع وما يخص الصملات. واضح؟ نقوم بهذا العنوان ونتخذ علي بن عساف انموذجا في الصمله.